شوفوا يعني حضراتي هاد الفيديو حضراتي نص من عمرها، دونك بوك تبعو من ا جيسكا زد وما تراطيو حتى ثانيه ماشي حتى دقيقه. ابدا بدي لايك باش ربي يعطيكم، بارطاجيو لا فيديو اليزي بوك تستفادوا. هلاو يا اجمل عالم، واش راكم حبوباتي؟ ان شاء الله كامله راكم بخير. شوفوا فرحانه فرحانه بهذا لا فيديو على خاطر راهي في حياتي تحققت لي، ثم النتيجه هذه راني عايشتها، دونك راني سوبر اكسيتي. حمد لكم حاجه بزاف حتبدل حياتكم، برك تبعوا جيسكا لا فان. دونك لكن كنتي اول مره تشوفي الفيديو بلا ما تخمي اطلاقا، ديري ابوني وديري جام على الفيديو باش يعاودوا يخرجوا لك الفيديوهات تاعي. وثاني البنات هذاك الجرس ديروا اكتيفيو هذيك لا كلوش وديروا كل الفيديوهات باش يعاودوا يجيبكم نوتيفيكاسيون ما نحط لا فيديو تشوفوها. خلاص ندخل ديراكتومون في لا فيديو. الوغ ما كاش فينا اللي ما تحبش راجلها يولي كيما الخاتم في يدها، ما كانش ما كانش بكل نحبو. حتى لو كان راجلك ياخذ لك الراي تحبي تعودي ديسيدي انت كلش وهو يدير لك رايك. بيان سور الولايه العصمه للراجل في ديننا وهذا طبيعي جدا، وشيا باش تحسن علاقتك 100% مع رجلك ايا كان نوع المشكل وايا كان البروبليم اللي بيناتكم وايا كان نوع الراجل اون بيرسون، باسكو الرجاله بيان سور اي سون با كامل باغي، كل واحد كيفاش مخدوم. دونك مهما كانت الطريقه مانيش حنحكي لكم حكايتي الشخصيه، مالغي حابه نحكي لكم بصح والله العظيم حين تحيروا كيفاش يولي راجلك معاك رايع. اون بلوس دو سا يدير لك واش تحبي بكل. شوفوا عم باليني شو وقتكم وحمستكم، مي باسكو فريمون اني انا مشغيا، سي بوغ سا نقدر نحكي لكم هكذا. دكا شوفوا واش نديرو، تبعوا بيا واش حنقول لكم. يا ورقه وستيلو باسكو حوايج ساهلين، خلاص خلاص بصح ما يبانو لكمش تافهين، الفوك تابليكيوهم. بون اول حاجه يا مدام ويا اختي لازمتك تعتني بروحك، ما تقولي ليش على بالي، ممكن على بالك مي ما راكيش تابليكي فيها. عباك انتي كيما تعتني بروحك وديري لي سوان وتعتني بشعرك، متخلي شعرك هامل، متخليش روحك كيف كيما العجوزه، باه هو واش يشوف برا يلقى الداخل. هذه حاجه ترفع استحقاقك، والاستحقاق هو دبدبات عاليه، ترجع عندك طاقه عاليه. هو ماشي حي تقولي له انت اهتم بيا انت يا هكا، نو هو في اللاوعي تاعو رايح يستقبل هذوك الدبدبات تاعك ويشوف الاستحقاق تاعك مرتفع وحده، ماشي شعوري في اللا شعور تاعو، راح يهتم بك وراح يعطيك الاهتمام بلا ما تدومونديه. ونزيد نعطيكم حاجه، الدنيا ما تمدش المحتاج، لازم ما تكونش عندك طاقة الاحتياج، ما يكونش عندك مشاعر الاحتياج انك محتاجة يقول لك جيتي مليحة، محتاجة يهتم بك، نو خليه وحده هو يجي يقول لك. انت كوني توجور اجور توجور توب، عدلي روحك اهتمي بروحك، ما تقوليش الاولاد كل عندنا الاولاد، اخلقي وقت لروحك، يرقد نوضي 3 الصباح ما يهمنيش فيك، ديري حل لعمرك، اهتمي بروحك. لازم كي تشوفي مع روحك في المرايا انت اهتمي روحك بروحك باش يطلع لك المورال وحدك، كي انت ترجع ثقتك في روحك طالعه وعاليه ومرتفعه طاقتك هذيك راح تقيسو هو وحده يهتم بك. هذه رقم واحد. وعندكم تجوني في التعليقات والله العظيم صح نتغشش من هاد التعليقات، تجي تقولي نعرف فلانة وفلانة ومهتمة بروحها وراح راح راجلها خانة وراح راجلها دارها، هادو كامل راهي منقصة استحقاقها في حاجة أخرى ولا طاقتها مدتها بزيادة. راح نحكي لكم في لي سوجو هادو أفيغ يا ميزيغ، دونك بوك بقاو تبعو. كل مرة نعطي لكم نقطة ممكن تكونوا غافلين عليها وهي بزاف مهمة تبدل لكم حياتكم. خلاص العفسه الثانيه ولا العفسوس الثانيه البنات لازم يكون عندك نيفو، ما تقولي ليش بقريتش ولدي ما قراونيش، ولديك ما قراوكش، كانوا عندك ظروف ودركا واش راكي ديري واش راكي تستنى، يا ربي يعيشكم قولوا لي واش راكم تستناو. ما تراتي حتى اوكازيون، رسول الله صلى الله عليه وسلم قالنا اطلبوا العلم من المهدي الى اللحدي، واش معناتها ملي تنوضي حتى وديتي ديبلوم وتعودي ريحه تموتي وانت تقراي، دونك فو جامي تبقاو ديما تسعلموا فوق كل ذي علم عليم، توجور كاين واحد اعلم منك، توجور نبقاو نطلبوا العلم، توجور نبقاو نقراو، سيرتو البنات تكونوا في جروب وتلقاو واحد تضرب الفخون
كومونسي تقول له تعقرت. لا لا، بالك هي قرايتها هكا، بالك لونتوراج تاعها هكذا، لازم انت ديفو فيك، انت اللي ما تعرفيش الفرونسي، انت ماشي تبداي تلعبي دور الضحيه وتقولي انا ما نعرفش اقرا. اتعلمي بالطريقه اللي درتيها. انوي خير ربي يوصلك. كيفاش نويتي درتي وما وصلكش؟ ربي مستحيل. ربي عند حسن ظن العبد به، كيما تظني بربي يكون معاك. واني هدرت لكم في الانستغرام كاينه دوره رائعه انتيا في الدار، بقيت حسام ميل نقصت لكم عليها وجهي، يعني قلت لها لي زابوني تاعي كيجيو دير لهم بخي مليح، تقريكم من الدار، تعلمكم مبادئ اللغه الفرنسيه كلش من الزيرو، حتى وتكوني نول ما تعرفي والو، تعلمك لي برانسيب دو باز، على الاقل كيفاش تنطقي واش لازم تعرفي الكلمات، كيفاش تعلميهم كلش، باش على الاقل يكون عندك ان نيفو، وتعلمكم جونتيمون. وانتي انتي في الدار ما تخرجي ما تحركي ما والو، ما تحشموش منها باسكو ما تشوفوهاش. شوفوا انسان رائع وبروف هايله، سينو ما نهضركمش عليها. دونك اللي حابه تتعلم تبعت لي في الانستغرام، ولي زانسكريبسيون 21 في الشهر يخلصوا، ديروا لها فيرسمون بار سي سي بي. ليسونسيال البنات انا كتبت حاجه مفيده اللي نهضر لكم عليها، نو غاتي با لوكازيون. اللي ما عندهاش نيفو في الفرونسي ولا حابه تتعلم، ما تبقايش على الاقل حتى باش تقري ولادك، حتى باش تدي قدام الناس على الاقل، يعني ما تشوفي ما تستخسريش خلاص ورد في العلم، ما تستخسروش في روحكم. كيما الماكله ما تستخسروش فيها، واللبسه ما تستخسروش فيها، العلم اكثر حاجه لازم تنفيستيو فيها. نصيحتي لكم، وكل وحده حره في اختياراتها، انا راني ننصح فيكم كيما ننصح روحي وكيما ننصح اختي. دونك نتوما كي نعطيكم اون اوكازيون بروفيتيو منها الماكسيموم. حاجه ثالثه يا البنات اللي نهضر لكم عليها، هي انكم ديما 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 تخمي ايجابيا في راجلك، حتى لو كان هو ما يسواش، يعني عفوا عن هاد التعبان، ما كاش انسان ما يسواش، ولكن انت تشوفي فيه كلش الخصال السيئه راكي تشوفيها فيه، راكي غلطه، باسكو انت واش راكي تشوفي في راجلك راكي تستقبلي، راكي تبعتي له في هذيك الطاقه. دوك نعطيكم مثال، انت يا راجلك مشتاق ما يصرفش عليك، تبعوا معايا، وتشوفيه مع اخته يصرف عليها ويشري لها ويدي لها لي كادو، وانتيا ما يجيب لك والو، واش معناتها؟ انت راكي تشوفي فيه مشتاق وتخمي فيه بلي راه مشتاق، راكي تبعتي له في الطاقه تاع الافكار تاعك، عم بالكم الفكره واش تقدر دير، تقدر تبدل لك حياتك وحياته. كي راكي تشوفي فيه مشتاق تبعتي له فيه هذوك المشاعر، هو في اللاوعي نتاعو يستقبلهم، الوغ يقول مرتي هذه راه تشوفيها بلا ما يحسها، ماشي في عقله الواعي، باش نتفاهموا. دونك تبعتي له مشاعر انه مشتاق معاك، راح يكون معاك مشتاق. اختو تحبو تقول خويا يشتيني وخويا يكبر بيا وخويا، كتشوف فيه هي المشاعر تاعها اتجاهه هكا، هو حيستقبل في لا شعور تاعو هاد المشاعر ويعاملها بهم، لانه ما يتحكمش في 95% من المشاعر تاعو، باش تكونوا على بالكم بهذه المعلومه. دونك بدلي تفكيرك، حتى هو راهو سلوكه معاك مش مليح، انت ابقى يقولي تعرفوا التوكيدات، راجلي مليح راجلي بيان راجلي يصرف عليا راجلي يحبني راجلي يقيمني راجلي هكا، نتحداكم ما يتبدل ديرش 40 يوم، باسكو 40 يوم في الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، من 10 قوم 40 يوما اصبح منهم، يعني باش توالفي بهذيك الحاجه وبصح تدخل لك في العاده في الروتين تاع الجسم نتاعك، سابخون 40 جور، دونك 40 يوم وانت تخمامك غير ايجابي رغم التصرفات تاعو، نتحداك 1000% ما يتبدلش معاك. زيدكم حاجه بزاف مهمه وتبدل لكم سر كبير تقدروا تستعملوه، والله العظيم انا شخصيا كاين حوايج كنت كانوا امبوسيبل يصراو في حياتي، ابخي ما درت هاد العفسوس راهم قاعدين يصراو الحمد لله. دونك شوفوا واش هو البنات، قبل ما نهضرها لكم ما تنساوش تبارتيسيبيو في المسابقه، خاصه اللي قاعده نقول لكم عتاني بروحكم، درتكم غالي برودوي تاع لو سوان، لا سيغ لا باغي تاع لا سيغ شاد، الماكياج لي بروم كوربوريل لي بارفان الروايح لي ماسك، غالي بروفيتي لو ماكسيموم كامل، حبكم تشاركوا. وهاد الثلاث قنوات راهم فيهم مواصفات بزاف ملاح يعاونوكم، اضربوا عليهم طله، اصلا هما راهم في شروط المسابقه لازم تابونيوهم، دونك ضربوا عليهم طلا ابونيوهم، شوفوا فيديوهاتهم ورجعوا يا البنات تشاركوا كل في اي مسابقه نحطها لكم، لاني مادام ني حطيتها لكم هنا يعني ناويه صح نفيدكم بها، وبربي ان شاء الله نزيد نجيب لكم حوايج يفرحوكم. دونك بارتيسيبي او ماكسيموم. نرجعوا للسر الاخير اللي حبيت نقوله لكم، هو طريقه بسيطه بسيطه اون بليس ديو بها اجر، ماشي هكذاك باك. واش ديروا يا البنات؟ كل وحده فيكم تقرا، يعني مزوجه تقرا سوره الفلق 100 مره في النهار، ديري بروغرام كي رانا دايرين تحديات في الانستغرام، كل مره نديرو تحدي والبنات لقاو نتائج روعه ما شاء الله. دونك بوندون 40 جور، اللي متبعتني في الانستغرام عم بالها، اللي ما تبعتنيش راكي تراطيها، والانستغرام تاعي اروحوا باش تستفادوا، كل نحبكم بكل تجيو وتستفادوا. دونك اقراي سوره الفلق 100 مره في النهار، 100 مره ركزوا معايا، بوندون لا جورني، ماشي معناتها لازم قبل ما ترقدي ولا لازم نتنوضي. انا كيفاش ندير؟ كي عود حنرقد كاينه ابليكاسيون شغل كيما الكرونو، منين نقرا السوره نت
كامرة نحسب العدد، نبقى نقرا نقرا حتى نرقد، وكي نوض الصباح ونكون خيط نوضو طول وتعودو مش قادرين تنوضو، يعني تبقاي في فراشك هذاك الوقت، نبقى نقرا 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 حتى نكمل 100 بوندو لا جورني، لازم تكمليها 100 مرة، اقسم بالله العلي العظيم. هاد الصورة دير العجب في لا غولاسيون بين لو كوبل. وعن تجربة، هاد الأوراد راهم كاين أساتذة كبار راهم قارين الإعجاز تاع القرآن وإعجاز طاقة الكلمات والدبدبة تاعها، هما اللي راني نقرا عندهم أنا، ومنين نقرا فورماسيون ونلقى حاجة تفيدني ونجربها ونشوف النتيجة تاعها في حياتي نجي نمدها لكم، باش ما تقولوليش بدعة وما بدعة ومنين راكي تجيبي فيهم، باش نفهمكم برك أبوبخي. هذا مكان البنات، دونك اللي حابة تبدل لا غولاسيون تاعها راجلها تطبق واش قلت لكم. ثانية ما تكونيش أنت قاعدة زينانة اللي يدخل أنت تشكي ونهار كامل أنت مهملة روحك، روحك وما كيش مهتمة بيه، وانت اصلا ما كيش معتنية بروحك، كي يدخل ما يلقاش حتى الصورة عملي حالك، ومن بعد تقولي لي كيفاش. بالطبع سلوكك راح يتبدل، لكن حتى مهما كان الظرف تاعك، مهما كان السبب، مهما كانت الحالة تاعك، كواكسوس ولا غيزون، يا البنات دي جربوها، ما راكم خاسرين والو. اصلا تبداي كلام نهارك بكلام ربي، تختميه بكلام ربي، وفي دوغون لا جورني راكي تقراي في القران، احنا اصلا القران هجرناه، كاينه ايه كبيره على هاد الشيء، دونك راحين تستفادوا طول وعرض، يعني واش نقول لكم، جربوها وادعيوا لي دوام مليحه. وهذا ما كان دونك لي في حتى هنا خلص الفيديو، اول حاجه بارطاجيوها، جو كونت سور فو، نحبكم بوكو تبارطاجيوها، وستناو لي بروشان فيديو بزاف هايلين، جو فو امبراس، باي باي.